ذاك ما جلبناه على أنفسنا سبق الناس وتأخرنا، فله فضل العفو وعلينا ما فوتنا. قد انقضى ذلك كله ورجعنا إخوانا في الإسلام، فلا تنظر من ورائك ولكن فيما تستقبل من عمرك. بل أنظر خلفي لأعرف كم يجب أن أجتهد أمامي لأستدرك ما فوت. كم تنظرون اليوم اجتماعكم في هذا المكان وأنتم جميعا على الإسلام، فتذكرون اجتماعكم القديم فيه على الشرك، ثم تفرقكم بين الإيمان والشرك، فمنكم سابق ومنكم مبطئ، حتى التأم الشمل واجتمعت الأرحام في دين الحق، فاحمدوا الله على ما هداكم. لا يستوي السابق واللاحق يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان: ما أعظم ندم وحسرة الذين اطلعوا على الدعوة المهدية في عصر الحوار من قبل الظهور ولم يتبعوا الحق من ربهم، كونهم قد فاتهم أعظم تكريم في الكتاب وما يتذكر إلا أولي الألباب. فمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. كتبه الإمام بتاريخ 12/8/1436 هجرية، الموافق 30/5/2015 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذ ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقال الله تعالى: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وقال الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. فكن من الشاكرين يا من أحاطك الله بدعوة الإمام المهدي المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور، واتبع الحق من ربك أو آتنا بما هو أهدى منه سبيلا فنتبعه، كون لكل دعوة برهان، والحجة عليك هو البيان الحق للقرآن، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولكنك للأسف من المستهزئين الذين لا يتفكرون من قبل الحكم، فكن من الذين يستمعون القول بتدبر وتفكر ثم يتبعون أحسنه، إن وجدوه يرضخ له العقل كون أبصار العقول لا تعمي عن رؤية الحق إن تم استخدامها من قبل التسرع في الحكم على الداعية، تصديقا لقول الله تعالى: فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. وما أعظم ندم وحسرة الذين اطلعوا على الدعوة المهدية في عصر الحوار من قبل الظهور ولم يتبعوا الحق من ربهم، كونهم قد فاتهم أعظم تكريم في الكتاب وما يذكر إلا أولي الألباب. وأرجو من الرحمن الرحيم أن يهديك إلى الصراط المستقيم إن كنت تبحث عن الحق ولا تريد غير طريق الحق سبيلا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المفتي من الذكر الحكيم
يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.